اهلا وسهلا بكم معنا في قناه موروكان كوكينغ. اليوم غادي نشوفوا جلاده او سلطه ديال القرعه الخضراء او الكوسه. الطريقتين عندنا قرعه مقطعه قطع رقيقه وعندنا قرعه مسلوقه. اذا غادي نشوفوا شكلين هما تقريبا بنفس المكونات، الاختلاف فقط عندنا في القرعه. عندنا قرعه خضراء مقطعه قطع رقيقه وعندنا قرعه مسلوقه مع قليل من الملح. غناخذوا الاناء هذا غادي نوجدوا فيه القرعه اللي هي باقا خضراء، وهذا غادي نوجدوا فيه القرعه اللي هي مسلوقه. اول حاجه غادي نبداو بها غادي نوضعوا الثوم بنفس الكميه. عندنا الثومه مفرومه غادي نوضع الزيت بنفس الكميه. عندنا زيت غنوضع العواني ديالي على النار نرجع نكملو التتمه. من بعد ما كتحمر عندنا الثومه هنا كنوضعو القرعه الخضراء اللي هي مقطعه شرائح مع الثوم والزيت، وغادي نخليوها تهبط يعني تقلى. وفي الجهه الاخرى غادي نوضعو القرعه اللي هي مسلوقه مع ايضا الزيت والثومه ونخليها تقلى. من بعد واحد 5 دقائق تقريبا تقلات عندنا القرعه، كنديرو ملعقه ديال مركز الطماطم على القرعه اللي مسلوقه وقليل من الكزبر المبنوس. ونوضعو ايضا قليل من الكزبر المبنوس على القرعه اللي قلنا قطعنا قطع صغيره، وغادي نوضعو ليها قطع ديال الطماطم او مطيشه تقريبا 3 حتى 4 مطيشات صغار او 3 متوسطين او 2 كبار. نخليو جميع المكونات تدخل بعضها نمزج ونضعو دابا العطريه او التوابل. كنضعو ملعقه ديال الكمون نفس ملعقه ديال الكمون، هو الاختلاف فقط في القرعه. ملعقه ديال الفلفل الاحمر او التحميره ايضا ملعقه ديال الفلفل الاحمر او التحميره، ملعقه ديال الفلفل الاحمر حار ويسمى بالسودانيه، وهذه مساله اختياريه اللي بغى الحروف. نوضعوا ايضا الفلفل حار ابزار، كنوضعوا فقط قليل لان وضعنا الفلفل الاحمر حار ما كنوضعوش منه بزاف، فقط القليل. ماما الملحه هنا الملحه درنا القرعه ديجا مسلوقه مع القليل من الملح، فما كنوضعوش الملحه بزاف، هو فقط راس الملعقه صغيره. وهنا كنوضعوا الملعقه، كنعرفوا بان القرعه كتبغي شويه الملحه. نوضعوا قزبر مطحون حبوب راس الملعقه هنا وهنا قزبر مطحون يعني قزبر وحبوب مطحون، وكنخلطوا المكونات. نضعوا القليل من الملون الصناعي ايضا هنا وهنا، نخلطوا المكونات جيدا باش تدخل بعضها تتجانس. كنوضعو قليل من الزيتون مقطع دوائر، وهي مسألة اختيارية لمحبي الزيتون اللي بغا يضيفو. غير واحد الحاجة كنبالي هي أن نبقاو نمعكو هكا القرعة
هذا ممكن نسميوه شلاضة، ممكن نقولو زعلوك ديال القرعة. هاد السلطة هادي كنرفقوها مع الطوجينة ديالنا مع السمك، كتجي رائعة. اللي بغا يضيف الهريسة ممكن يضيفها باش اللي كياكل الحروف. هذا هو الفرق ما بين شكلين، هذا كيجينا خاطر وناشف لان فقط فيه القرعه، هذا لاننا وضعنا فيه مطيشه فهو كيجينا شويه كتجينا فيه لاصوص وكيجينا جريء. هذا هو السر في انك ديري فرجيك او القرعه مسلوقه او انك ديريها خضراء ومن بعد تقليها على هذا الشكل. هي نفس التوابل نفس المكونات، الفرق فقط في القرعه ديالنا، القرعه الخضراء. دابا غادي نغرفو ونشوفو الشكل النهائي ديالنا ديال زالوك او ديال الشلاضه ديال القرعه. هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الزالوك او ديال الشلاضه. هذا اللي هي القرعه خضراء مسلوقه، وهذا القرعه اللي هي مقطعه قطع. فكتشوفوا باختلاف الشكل، هذه كتجينا خاطره ما فيهاش لا صوص، كتجينا فيها مذاق الحلو ديال صلصه طماطم او الطماطم المركزه، وهذه كتجينا فيها شويه مذاق الحموضه ديال المطيشه اللي هي مطيشه خضراء. وانت سيدتي عندك حريه الاختيار بانك تختاري الزعلوك اللي كيناسبكم وكيناسب الذوق ديالكم. انا ما عليا نقول لكم الا شهيه طيبه، ومرحبا بكم معنا في الشانيل مروكان كوكينغ. ما تبخلوش علينا بالتعليق ديالكم، مرحبا بكم معنا. الى عجبكم الفيديو ديالنا ديروا لنا جيم وشهية طيبة.